احنا دوك رانا على حساب واش رانا نخدموا على حساب الولايات في الجزائر العميقه التنميه يدينا صح سيدي ها وليتو ثاني تدخل روحكم في يدي وفي نايفي قلنا الجزائر العميقه نقولوا التنميه التنميه واش معناها التنميه التنميه هو انه الجزائر هنا في السلطه المركزيه تبعث الدراهم وتبعث المشاريع الجزائر الله يبارك قاره ماشي كل خطره نضلوا نهضروا والجزائر صح قاره يا ابن عمي كاينه ولايه ولايه من الطرف تاعها الشمال تاعها الجنوب 1200 كيلومتر اضرار تعال خاوتنا في اضرار 1200 كيلومتر خلها شبت تنوض الخطرات اللي عيا فطيك وتمشي بلاد كبيره كاين السلطه المركزيه تبعث المشاريع تبعث الدراهم وكاين السلطات المحليه السلطات المحليه هي الوالي والجماعه اللي دايرين به اما الجماعه المسؤول المسؤول علاه يسموه مسؤول لانه يتحمل المسؤوليه تاع الشيء اللي راه يسير فيه المسؤول شوفوا عنده البيرو وعنده الميدان الا كان عنده جماعه تاع الثقه يقدر حتى في البيرو يخدم اليز بصح الا ما كانتش الثقه لازم يهبط هو في كل الحالات المسؤول كي يهبط للتيره يجيب نتيجه خير حنا اليوم درناكم واحد الموضوع تاع المسؤول بين البيرو والتيره والميدان نبداو اخترنا لكم زوج وزراء ووالي الوزير الاول اللي هضرنا عليه هو بدوي وزير الداخليه والجماعات المحليه بدوي راه معروف نور الدين بدوي وزير شاطر ويظل يجري وينقز ومنه عنده مسؤوليه كبيره ونحيوه شحال من خطره نطلعوه وهذه حقيقه بدوي دار زياره لبيتنا كي دار زياره لبيتنا كاينه ثانويه مبنيه مريقله خاصه عليها 7 ملاير كيما مولف حنا نهضروا لكم الثانوية هذيك مقفولة قاعدة عندها 6 شهور يسمى كل شهر مليار اسمعوا المسؤول لما يكون مطلع على الأمور تاعه ويتحرك وكاع شوفوا كيف هلا أطلق خواص احنا كإدارة نقولوا نحكموا في كل شيء خلونا من التصرفات هذه غير معقول ثانوية الله يبارك تبنات بإمكانيات مالية كبيرة المدربين تاعكم قال احنا ماذا بنات تكون مفتوحة انت على غلقة ملكك انت ولا لا ها مش ملكك وما كان حتى واحد اللي عنده ملك في الدولة هذه صحيح تحبس هذه الكلمة نزلت لي على القلب كيما راكم انتم تسمعوا تنزل لكم على القلب عاودها لي خواص عاودها لي غير الملك تاع المواطنين مش ملكك وما كان حتى واحد اللي عنده ملك في الدولة هذه كلها ملك تاع المواطنين تاع الشعب الجزائري كاش هذه تاع لا ما نحبش انا هذه الامور اوكي مش اوكي حاضر وتحل ان شاء الله هذه تاعش حلتو هذه نقول لك شحال تسوى هذه تسوى على الاقل 6 7 ملاير فاصيل هكذا ولا لا 6 مليار فاصيل وانت غالقة 6 شهور غالقة وقاعد في المكتب تاعك وتشوف احبس يضربك في الهواء نذكروا باللي يا سي بدوي هذا اليوم الجماعه تاعنا راه راحوا للثانويه القهوه مقفوله والمدير ما كانش باش يكون في علمك ها باش نتفاهموا يا جماعه الخير هذا هو مثال انه الثانويه هذه راهي ملك الشعب الجزائري وانت راك مسؤول خدام تخلص من عند الشعب الجزائري على راهي مخلوقه على راهي مبون دنيا ها هو الاشكال المسؤول لما يتحرك للميدان ويوقف على معزتو يقول لك اللي يوقف على معزتو جابت زوج وعاشوا اللي ما وقفش على معزتو جابت واحد ومات شوف لي الوزير الثاني الوزير احبس الوزير الثاني حطاب كان والد وطلع لنا ان شاء الله المره اللي فاتت هذا في التقرير هذا طلع وزير شباب والرياضه دير خرجات راه يخرج راه ينشط الوزير والله المسؤول يا جماعه يهضر على حاجه اللي هاي باينه احنا الوزير انا نقول لك صراحه الوزير اليوم راح نهبطوه بدوي طالع والوزير حطاب هابط دوك نقول لكم على هابط اي يطلق يمد قيمه للناس عاود لي الخرجه تاع حطاب عاود لي انتربريز ولا مسؤول يمد قيمه يا خلاص عاود لي تاع حطاب يرحم والديك كوريكت كي تجو تكسبوزي ماشي افيك بودوا افيك اون ريك افيك علاش نرجعوا لور ما عندناش لي مويا علاش نحقروا نفوسنا نغبلوا نفوسنا وصافي سي سي ريان دو تو اون ريغل واحد تاع اكسبوزي سي بلو بروبر الناس تفهموا احبس السيد الوزير هنايا راه يعنف في هذا اللي راه قدامه ولا الدراسات ولا كاش حيطار قال له علاه تكسب لي كيلي بيدك على ما تكسب لي كيليش مسطره يا معالي الوزير القضيه راهي ماشي في المسطره القضيه راهي مخروبه شوف المنشآت تاعك على مستوى الولايات شوف الاطارات اللي راه معاك شوف الحاله راهي مخروبه راه الخراب في كل مكان ماشي قضيه مسطره ولا يدير هاك ولا هاك المسؤول كي يهضر هاو كيما السي بدوي
هدر على الثانوية تاع 6 ملايين 7 وكان في التدخل تاعو في محله. درك نروحوا من الوزارة زوج نروحوا الوالي، خيرناكم الوالي تاع البيض. يلا طنبوكتو ولا في البيض يعقبها، نروح مع البوي، راح مع البوي يعقبها، راح مش الوالدين، راح شو هذا الابرار. سبحان الله سيد الوالد، والله العظيم البيض ديك سيرتيفيكات مش راه في اللي يكون شال البيض، ما كانش بريزينا وين البيض وراه مشكل موعد سيرتيفيكات مسطيف شو تيرا ما كانش كلشي. قال لي سيرتيفيكاسيون تكنيك نديروها مش نبعثوا، نبعثوا لا دي جي بي قولوا دير لي موديفيكاسيون خاطرش الكارتي يتبدل. هذا السيد والي ولاية البيض خرج الميدان، كي خرج الميدان كاين واحد الإشكال. هو والي الولاية المسؤول كاع على الإدارة، ثم المدير تاع الميزانية جوكروا تاع الميزانية قال لك شوف يعني كيف الوالي كيكون يتبع على باله واش كاين تتريق القضية على باله، ما يقعدش في البيرو قاعد يدور هكذا في الكرسي برك. هبط الديرة تلقى العراقيل المسؤولين اللي معاك كل واحد يتحمل المسؤولية تاعو، هكذا تمشي التنمية. المسؤول يكون في التيرة ويكون على باله بكلش باه ما يغلطوش، لأنه المسؤول اللي عنده رجالة تاع ثقة ينجح كي يهبط التيرة. أما المسؤول اللي قاعد في البيرو وعنده جماعة بلا ما نقول لكم مخروبة، رايح على مخروبة. إيه تبعني، الوزير بدوي طالع، زيد له واحدة ما تزيدوش واحدة زوج بزاف، والوزير حطاب هابط زيد له واحدة زيدوش ثاني واحدة باط، والوالي تاع البيض طالع زيد له واحدة زيد له واحدة يا اخي باطل. باطلك عليا